الإخوة الكرام، قلت لكم رحنا في خطر. هذا الشيء ديال المدونة خليه بغض النظر، بغض النظر على أنه بغاو يدير واحد الإصلاح نجي ونجي. هذا الشيء الإخوان الأصول ديالو جيانا من الخارج، جهات دولية تشتغل على العالم ماشي غير على المغرب، من خلال المرأة تريد أن تقضي على المجتمعات التي فيها مناعة. وغادي يبقاو يدخلوا معكم جنب 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 حتى ما غادي يبقى لا رجل لا امرأة لا أسرة. دابا اللي شاب وتتكلم معاه على الزواج تيدير شي حسابات في راسو، تيقول لك أنا غادي نتزوج اليوم غدا غادي نطلق المرأة مع الأولاد، ما عنديش باش نخلص النفقة غنمشي للحبس. إذا الزواج غيديني للحبس. كاين شي سعادات الحال محمد كثير ولا أكثر من هذا الشيء كثير. أنا رجول عندي هذوك صحابكم ديال الدفاع عن حقوق الرجل راه هذاك الشيء اللي كيعاودوا راه تهرب، ماشي تهرب من الناس، تهرب من المغرب كامل. وفي الحقيقة ما عندك فين تمشي لأن هادو تابعين للعالم كامل. طبعا أنا علاش أنا استقبلتهم لأن فيهم واحد شوية ديال يعني ديال كيحاولوا يردوا شوية ديال التوازن، لأن هادو تيقولوا للمرأة اللي بغينا ندافعوا عليك، ولكن غير تيوهموها حتى يوصلوها للطلاق وتبقى راسها راس داك الدراري وتبقى واحلة معاهم وتبقى مخلوعة إلا جا عندها اللي صوب ليها الضوء واللي صوب ليها الماء واللي دخل ليها البوطة واللي ديك الساعات كيمشيو هما ويخليوها بوحدها. انت هو الإخوان لا دابا هما غير باغيين يهدموا الأسرة. الأخ الكريم انت شنو درتي؟ خصكم هاد الشيء هذا تشرحوا للناس وهو واضح. الناس هادو تيقولوا بغينا المساواة. واش المساواة؟ تكون بين عدم المتساويين. ملي كنكونوا في الصلاة رحنا متساويين، ملي تكونوا في الصيام رحنا متساويين، ملي تكونوا في حوض الفروج رحنا متساويين، ولكن في الزواج لسنا متساويين. والعلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة في الحلال أو في الحرام ليس متساويين، لأن الرجل فهمتيني ولا لا يقضي حاجته في لحظات ويزيد مع الطريق، ولكن المرأة كتحمل المسؤولية. حنا أمة ديال العدل، وقل ربي احكم بالعدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فتنقولوا حنايا خصكم تواجهوا هذا والعدل ماشي هو هذا، لأنه المرأة بالنسبة إلينا واخا كيف ما كان راه غادي نقولكم راه حنا غادي لهادشي، هادشي ديالهم هما، راه نتوما تتمشيو لديوركم واللي صوب فيكم شي طاجين في الدار فهمتيني ولا لا يعني تيترشق ليه وياكل هو ومراته ووليداتو كيجيب الله الدنيا هانيه. راه هادشي هذا غدا غادي يوصل للأسر ديالكم وغادي يوصل للولاد ديالكم وما غيبقاش.